تضرب الكوادر الوطنية أروع الأمثلة في تحقيق النجاحات في مختلف الميادين والمجالات، وهذه المرة من خلال تصدرها المراكز الوظيفية في المنظمات العالمية مثل المركز الإقليمي لحلف شمال الناتو ومبادرة إسطنبول للتعاون. نعم، شباب وشبابات وشابات الكويت يكرسون ركيزة رأس المال البشري والإبداعي بتحليقهم في فضاء الأمن السبراني، ومن خلال جهودهم الكبرى في حفظ البيانات وحمايتها من الاختراقات والهجمات السبرانية، مؤكدين أنهم خير سفراء لوطنهم الكويت في المحافل الدولية. الكوادر الوطنية تحلق في فضاء الأمن السبراني مسجلة نجاحات واسعة على الصعيدين المحلي والدولي بفضل الكفاءة والقدرة والمهنية وتكريس التعامل بالقانون الدولي والإنساني. فيما يخص المركز، نعم، من يدير المركز الإقليمي لحلف شمال الأطلسي فنحن كوادر كويتية، من مدير المركز إلى رؤساء الأقسام إلى الموظفين، كلنا كوادر كويتية مؤهلة للتعاون والتعامل مع المنظمات الدولية والجهات الحكومية الأخرى في دولة الكويت. أما فيما يخص مجال الأمن السيبراني فما شاء الله عندنا كوادر وطنية في الجهات الحكومية تتعامل مع مجال الأمن السيبراني، ونحن في صدد العمل معا في تطوير القدرات في القطاع الحكومي. وزارة الخارجية للأمانة تحرص دائما للمشاركة في مثل هذه الفعاليات التي لها دور في تثقيف وتدريب دبلوماسيها، خصوصا مع خبرات من حلف شمال الأطلسي ومن اللجنة الدولية للصليب الأحمر. ومثل هذه الفعاليات هي أيضا مكملة لجهود المعهد الدبلوماسي الكويتي في تدريب وتثقيف الدبلوماسيين. احنا دائما كجهات حكومية نحب ندعم بعض ونكون يعني نكمل بعض في هذا المجال، خصوصا الاختصاصات هم متداخلة في هذا المجال. شباب وشابات الكويت يتصدرون المراكز الوظيفية في أهم المنظمات العالمية، ولعل من أبرزها المركز الإقليمي لحلف الناتو ومبادرة إسطنبول، مؤكدين نجاح العنصر الوطني في كافة الميادين. بداية نشكر الدعوة اللي قدمت إلينا من المركز الإقليمي لحلف الشمال، وهذه الدعوة الكريمة مفيدة جدا في القانون الأمن السيبراني اللي هو يطبق في القانون الدولي الإنساني، وإحنا كجمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم دورنا في نشر القانون الدولي الإنساني في الكويت وتطبيقه أيضا في المساعدات اللي تتم تقديمها للعالم والدول المتضررة تحديدا. الجمعية لها دور كبير في نشر وتوعية القانون الدولي الإنساني داخل الكويت وخارج الكويت وتطبيقه، لكن اليوم استفدنا من هذه الدورة في الأمن السيبراني. ركيزة رأس المال البشري والإبداعي يكرسها شباب الكويت بقوة في جهاز الأمن الوطني والمركز الإقليمي لحلف الناتو ومبادرة إسطنبول للتعاون، مؤكدين أن أبناء الوطن قادرين على النجاح محليا ودوليا ليكونوا خير السفراء لوطنهم الكويت. فهد التركي، تلفزيون دولة الكويت.